لاحظنا في الفترة الأخيرة ازدهار في سوق الكسرة والأسواق الباقية، ازدهار وتوفر المواد الغذائية بكثرة بسبب فتح الطرقات وتحسين الوضع الأمني، وطبعا نتمنى أنه هاي الطرقات والوضع الأمني يظل على ما هو عليه. طبعا المواد الأساسية متوفرة بكثرة بالسوق من سكر وزيت ورز. توفر عنا كل شيء بالسوق من خضار من سكر من رز. كانت في عنا صعوبات قبل بسبب تسكير الطرقات، وهلا الطرقات انفتحت وبلشت تجي المواد من كل شيء من رز وسكر وخضار كامل، والحمد لله لسه كل شيء موفر عنا. ونتمنى يعني انه هالاسعار تنزل شوي، اسعار مقبوله بس نتمنى انه تنزل شوي، تظل بمراقبه تموينيه مشان الاسعار. طبعا الوضع اختلف تقريبا 180 درجة من أولي، هسا صار كل شيء متوفر، مواد غذائية، خضروات، محلات تجارية صارت تفتح بكثرة. أولي تقريبا كانت محلات ودكاكين معدودة مفتوحة، كونوا الطرق جميعها مسكرة ولا معابر، الجسور كانت كلها مقطعة. حاليا الوضع زين، مواد غذائية متوفرة، الخضروات حتى فواكه. طبعا أولي الفواكه بشكل يعني خالص مو موجودة نهائيا.